منصور يغادر القصر بقوانين مثيرة للجدل، والدول الأوروبية تقرر تخفيض مستوى البعثات التي تحضر تنصيب السيسي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من سكرتير التحرير. يشرفنا بالحضور في حلقة اليوم الكاتبة الصحفية آيات عرابي. أهلا بك آيات. أهلا بحضرتك. وكذلك الكاتب الصحفي محمد عزام. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. البداية مشاهدينا الكرام من اليوم السابع، حيث تكتب في الصفحة الأولى الرئيس منصور لليوم السابع في أول تصريح بعد خطاب الوداع: لم أحسم موقفي من العودة للدستورية. وفي اليوم السابع أيضا في الصفحة السادسة: الأحزاب ترفض تمرير قانون النواب وتطالب بإعادته للحوار المجتمعي. وفي الوطن في الصفحة الأولى: منصور يفرض ضريبة 5% على الأغنياء. القانون يجيز للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة لتمويل مشروع خدمي والمستثمرون يرحبون. الوطن في الصفحة الأولى: أزمة قانون انتخابات البرلمان تتصاعد. وفي الوطن الصفحة الثالثة: جهان السادات خطاب منصور ذكرني بخطاب الرئيس المؤمن في الكنيست والسيسي ابني البكري. وفي التحرير الصفحة الرابعة: المستشار الدستوري للرئيس منصور لديه صلاحيات للتشريح حتى أداء السيسي لليمين الدستورية. وفي روز اليوسف الصفحة الثالثة: الرئاسة تصدر تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش والنظافة العامة. وفي الجمهورية الصفحة الأولى: قوانين جديدة للنظافة والخطابة والسجون ومنع التحرش. وفي صفحة الوفد الأولى: آخر مهام منصور إصدار الحقوق السياسية والنواب. إذن سيد عزام، حزمة من القوانين المثيرة للجدل، قوانين هامة أصدرها المستشار عدلي منصور قبل مغادرته القصر. ليست هذه الإجراءات الأخيرة الوحيدة التي اتخذها المستشار عدلي منصور، من قبل قرر تمديد الدورة النقابية، واليوم يصدر قوانين أهمها فرض ضريبة 5% لمدة 3 سنوات على من يزيد دخلهم على 1,000,000 جنيه سنويا، أي 83,000 جنيه شهريا على المؤسسات الاعتبارية والمؤسسات الحقيقية، وكذلك قانون ممارسة الحقوق السياسية. بالطبع يعني يمكن القول بأن المستشار عدلي منصور قام بحرث الأرض وتمهيدها للرئيس المقبل من خلال حزمة القوانين التي أصدرها، حتى لا يقوم الرئيس الجديد بإصدار أي قوانين قد تنسب له، ومن بينها قانون الخاص بضريبة 5% على الأغنياء، حتى لا يقوم بإثارة فئة رجال أعمال أو الفئة المستفيدة من الأنظمة السابقة، والتي بالطبع ستتضرر من هذا القانون. لكن يعني دعنا أقول لك بأن هذا القانون يأتي في سياق حزمة قوانين ستتم فرضها تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لما نشر اليوم في إحدى الجرائد الاقتصادية المصرية جريدة المال، بأن الإمارات تعاقدت مع مجموعة فرنسية ومجموعة أمريكية من أجل هيكلة الاقتصاد المصري وإقامة نوع من أنواع التوازن الضريبي ما بين الفقراء، لأن الفقراء في مصر أو الموظفين هم الممول الأكبر للضرائب في مصر. لكن عنوان الوطن، عفوا سيد محمد، يقول منصور يفرض ضريبة 5% على الأغنياء. في نص القانون كما نشرته اليوم السابع يقول فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل ليس على الأرباح، حيث نص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية، يعني من السنة دي، بنسبة 5% على ما يجاوز 1,000,000 جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون، ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام. هناك عدة نقاط. أولا أنه هذه ضريبة إضافية، يعني فضلا عن الضريبة التي تحصل أصلا. ثانيا أنها على من يتجاوز دخله 83,000 جنيه شهريا، وهو دخل بالنسبة للمؤسسات، يعني نستطيع أن نقول سوف يطبق هذا القانون على ليس على الشركات الكبيرة أو الشركات الاستثمارية، وإنما الشركات المتوسطة الحجم، لأنه 83,000 متوسط دخل ليس بالرقم الكبير، يعني لا يمكن أن يقول أنه على الأغنياء. يعني هي بداية حزمة سبقها من قبل القانون الخاص بفرض ضريبة 10% على الأرباح في البورصة، وسيتلوها العديد من القوانين. لكن يعني المشرع أو من يقوم بإصدار القوانين يتحسس رأسه باستمرار، خوفا من إثارة مجموعة المصالح أو لوبي المصالح في مصر المتمثل في رجال الأعمال. ولوبي المصالح هذا هو من دعم المشير السيسي بقوة وقام بحرث الأرض له من أجل يعني الإتيان به رئيسا جديدا لمصر.
كل ما حدث في خلال الفترة الماضية من دعم رجال أعمال ينتظرون أن يحصدونه، وبالتالي المشير السيسي أو كل من يعني على رأس الدولة حاليا لا يريدون إغضاب هذه الفئة بقوة، فيبدأوا بالطبقات المتوسطة ومنها هذه الطبقة التي دخلها حوالي 1,000,000 جنيه، ومن قبلها الضريبة التي كانت على البورصة. نعم، ومن القوانين التي أصدرها أيضا المستشار عدلي منصور أستاذ آيات اليوم أنه من يرتدي زيا أزهريا وليس من الأزهريين قد يحاسب بالسجن لمدة 3 سنوات. يقول القانون: لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك. وفي العقوبات يقول أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة عفوا، وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 50,000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون ترخيص أو تصريح بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تجاوز 30,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها بعالية أو قام عمدا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به. هناك اتساع في دائرة القوانين والاستهزاء أو الازدراء. هو أعتقد أنه يعني ده تمهيد لإصدار قوانين أخرى، يعني أعتقد أنه في عدة قوانين ستصدر، منها ازدراء الذات العليا للرئيس الجمهورية مثلا، أو حزمة من القوانين التي سمعنا عنها في الفترة المؤخرة من مثل هذا القبيل، أن تزدري شخصا أو أن تسب شخصا حتى ولو كانت على مواقع التواصل الاجتماعي. فأعتقد أن ده تمهيد لإصدار هذه القوانين، ولكن هذا القانون بالتحديد أعتقد أنه مقصود به بالتأكيد أنه لا يصح لأي شخص أيا كان أن يرتدي زي أزهري، وده يعني حق مشروع، أو يقوم بالخطابة في المساجد، يعني على أساس أنه من يقوم بالخطابة في المساجد يجب أن يكون شخص دارس، يعني ما يجيش آيات عرابي تروح المسجد وهتقول خطبة، لازم يكون حد دارس حد فاهم في قواعد وأصول الدين. لكن القانون لا يتحدث عن الدارس، هو يتحدث عن من حصل على ترخيص وزارة الأوقاف، لأنه ليس بالضرورة كل من حصل على الترخيص أزهري أو حتى دارس. هم طبعا بالتأكيد هم قاصدين أشياء معينة، من حضرتك تعرف أيام الانتخابات اللي بيحصل الكل بيدخل المساجد وبيقولوا خطب، فده المقصود، يعني أنهم يحدوا من يقول الخطب في المساجد لضمان توصيل الرسالة. يعني خد بالك أنه الفترة القادمة في أشياء كثيرة جدا هتحدث تم التمهيد لها بالفعل، الخطب الجمعة بالتحديد رسائل تأتي إليهم مكتوبة، يلتزم الخطيب بهذه الخطب اللي جايه لهم مكتوبه جاهزه، فبالتاكيد هم بيقصدوا ان هم يحدوا شويه مين اللي ممكن يقدر يقول خطبه ومين اللي ممكن يستمع اليه الناس. هي عباره بس مجموعه حزم قوانين زي ما احنا قلنا اتفقنا قبل كده للحد من ازدراء شخصيات محددة يعني. نعم، بالعودة مرة أخرى إلى قانون ضريبة الدخل، هناك مواقع وصحف مصرية قالت أنه هناك ترحيب من رجال الأعمال رغم أنه القرارات صدرت منذ ساعات قليلة، وهناك أيضا إشارة إلى أنه القانون أجاز للممولين أن طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو مشروعات خدمية للمجتمع. طبعا ده شيء ليس جديد، كل الضرائب من حق الممول أن يطلب أن يتم إنفاقها في المشروعات الخيرية. عن تنصيب السيسي، هناك تباين في تغطية المواقع ووسائل الإعلام الأجنبية وبين تغطية وسائل الإعلام المصرية، البداية من رويترز والتي تقول: الدول الغربية سترسل مسؤولين على مستوى منخفض لحضور حفل تنصيب السيسي. قال مسؤولون إن أهم الحلفاء الغربيين للقاهرة يعتزمون إرسال ممثلين على مستوى منخفض لحضور مراسم تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، فيما يظهر درجة من التجاهل الدبلوماسي
فيما يظهر درجة من التجاهل الدبلوماسي تهدف إلى نقل بواعث القلق بشأن حالة الديمقراطية في مصر. وتواجه الحكومة التي تولت السلطة بعدما أطاح السيسي بالإخوان المسلمين من السلطة في يوليو تموز الماضي اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ضد الحركة الإسلامية وكذلك ضد نشطاء علمانيين. هذا ما نشرته رويترز منذ قليل. أما اليوم السابع فتقول في الصفحة الأولى: الرئيس السيسي يؤدي القسم أمام 12 مستشارا بالدستورية، الأحد إجازة رسمية، وفود السعودية والإمارات والكويت والبحرين وتونس وعمان على رأس حضور حفل الرئيس. روز اليوسف في الصفحة الأولى: السيسي في المطار لاستقبال المشاركين في التنصيب، السماح ب 12 قطعة سلاح لكل وفد ومنع الأسلحة الآلية، الوزراء الأحد إجازة رسمية والامتحانات مستمرة. في اليوم السابع الصفحة الخامسة: السعودية والإمارات والكويت والبحرين وتونس على رأس حضور حفل السيسي، عمر البشير يجري اتصالا هاتفيا لتهنئة الرئيس السيسي، واليابان تعلن استئناف دعم مصر. الأهرام الصفحة الأولى: بان كي مون يدعو السيسي إلى حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس المنتخب يطالب بمشاركة قوية من المنظمة الدولية لمواجهة الإرهاب. وفي الأهرام الصفحة الثالثة: استعدادات مكثفة بالمحكمة الدستورية. وفي الأخبار الأولى: أنظار العالم تتجه لمصر. وفي الأخبار الرابعة: بمشاركة الجيش والشرطة والتدخل السريع وخبراء المفرقعات، خطة أمنية متكاملة لتأمين المحكمة الدستورية أثناء حلف اليمين. وزير الداخلية: أي محاولة لتعكير الاحتفالية ستقابل بكل حزم وقوة في إطار القانون. إذن يعني هناك تباين بين ما نقلته رويترز ونقلته عن عدد من وسائل الإعلام وبين الاحتفاء في الجرائد المصرية، وكأنه كل شيء في مصر عاد إلى أصله بعد حفل التنصيب. هو غلب على الجرائد المصرية تغطية عبارة عن مجموعة تقارير خبرية كلها عبارة عن احتفاء بالرئيس الجديد، ورغبة من كاتبي هذه التقارير في إيصال رسالة تفاؤل، يعني أو هكذا يمكن للقارئ الذي يعتقد بأن هذه الجرائد تصلح للاعتماد عليها كمصدر للمعلومة في ما بعد فترة المشير السيسي. لكن يعني إذا أردت أن أتكلم بالتفصيل، مثلا ما نشر في الأخبار حول الخطة الأمنية، عندما يعني تقرأ الخطة الأمنية بالتفاصيل تجد بأن هناك عودة مرة ثانية لإغلاق الشوارع وإغلاق الكورنيش وجميع المظاهر التي كانت اختفت طوال فترة الرئيس مرسي، وبالإضافة لذلك إخلاء العقارات المطلة على المحكمة الدستورية وغير ذلك من المظاهر التي كان المصريون قد نسوها خلال هذا العام. هذا التقرير المنشور يعني أول أربع أعمدة فيه عبارة عن معلومات خبرية صحيحة، آخر عمودين بقى اللي هم فيهم المطلوب، يعني في اللي هم في الأخبار، نعم. اللي هم فيهم المطلوب من التقرير اللي هو إيه؟ الادعاء بأن هناك تهديدات من قطر ومن تركيا ومن جماعات إرهابية، تم رصد اتصالات وتمويل وضبط العشرات من أعضاء الجماعات الإرهابية، يعني في السيناريوهات الخيالية التي تصر المنشورات المسماة بالصحف المصرية دائما على ترديدها، وكأن القارئ يعني ما زال في حاجة لسماع نفس هذه الاسطوانات. أما ما نشر في بقية الجرائد من أن مثلا أنظار العالم تتجه إلى مصر من عناوين إنشائية تركز على فكرة أن ما يحدث في مصر حدث استثنائي، وكأن يعني لم تحدث في أي دولة في العالم يعني مثله من انتخابات أو تنصيب رئيس، رغم شبه هذه الانتخابات من تجاوزات كبيرة، كلها يصب في نفس الفكرة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل. لكن المثير للدهشة هو أن حالة الهجوم على السودان ووصف رئيس السودان بالإخوان و يعني القول بأن السودان دولة تدعم الإرهاب في مصر، وأنها اليوم السابع وأنها دولة يعني تهدد مصر، مرة واحدة اختفى كل هذا عندما أجرى عمر البشير اتصالا بالسيسي لتهنئته، وجدنا احتفاء بعمر البشير، حتى أن هناك أقاويل بأنه سيحضر حفل التنصيب، لكن لا أظن، لأن الصحف السودانية تتحدث عن أن الرجل أجرى عملية جراحية ويعني في فترة النقاء حاليا. نعم، كل هذا الاحتفاء رغم أن تقرير رويترز ينقل عن مصدر دبلوماسي غربي أن سفراء الدول الأوروبية في مصر سيمثلون دولهم في مراسم التنصيب، وقال المصدر كان قرارا جماعيا، وأضاف إلى أن التصرف يسلط الضوء على بواعث القلق بشأن الانتقال السياسي. وقال أنه في بيان يوم الخميس أنه احتجاز معارضين ونشطاء سياسيين وصحفيين، وعبرت عن مخاوف.
هذا طبعا استتبعه رد من السفير حاتم سيف النصر اللي هو مساعد وزير الخارجيه للشؤون الاوروبيه، قال فيه انه طبعا انه هذا خلط بين مراقبه الانتخابات وبين السياسه. كل هذا الجدل بين الخارجيه وبين الاتحاد الاوروبي وما تقول وسائل الانباء، انه لان اخبار اليوم صفحه على الصفحه الاولى العالم انظار العالم تتجه الى مصر. ما هو ده بقى التناقض اللي احنا دايما بنشوفه في الصحافه المصريه. يعني امبارح كنا بنناقش نفس القصه، انه الصحافه المصريه بتفخم وتعظم وتهول من الانتخابات المزعومه، انتخاباتهم المزعومه، في حين ان احنا بنجد الصحافه الغربيه الواشنطن بوست والنيويورك تايمز وكل الصحافه الغربيه اندبندنت والجارديان بينقلوا الصورة كما هي، بينقلوا أن هذه عبارة عن مسرحية انتخابات وأن المصريين كانوا يتوقعون النتيجة من قبل أن تجرى هذه الانتخابات، وأيضا يقولون أن الإقبال كان ضعيفا. وامبارح بالتحديد كان إحدى الصحف اللي ذكرناها كمان أنه كان في بيقولك أنه فاز ب 97.7% وأنه الإقبال أصلا لم يزيد عن 47% مما كان متوقع أنه يحضر. فيعني أي فوز وأي تنصيب بيتكلموا عنه الصحف المصرية هي عبارة عن نشرات، زي ما الزميل الفاضل اتكلم وزي ما اتكلمنا قبل كده، عبارة عن نشرات ترد إليهم يوميا زي خطب الجمعة بالظبط اللي هتروح المساجد والخطيب هيبقى مجبر وملزم أنه هو يقولها. يعني احنا بنتكلم على الدول الغربية كلها أو دول الاتحاد الأوروبي عندهم تجاهل دبلوماسي، عندهم اتجاه أن هم يمثلوا حضورهم في حفل التنصيب المزعوم بدبلوماسيين اقل مستوى، يعني من اقل المستويات. السفراء المتواجدين بالقاهره، يعني عايز اقول على حاجه، اي رئيس في الدنيا بيتم تنصيبه، كلنا بنشوف حفلات التنصيب في امريكا بيحضر لها ملوك ورؤساء العالم كله، ما فيش ابدا واحد بيتم تنصيبه كرئيس بيبعتوا له السفراء. يعني طبعا ده مش تقليل من قيمه السفراء ولا حاجه، ولكن هو تقليل من قيمته هو. هم يعني قالوا ان هو بيتم تنصيبه بالتاكيد. نعم. طبعا لانه الاتحاد الاوروبي اللجنه اللي قامت برصد ومراقبه الانتخابات، مسرحيه الانتخابات المزعومه، رصدت العديد من الانتهاكات، فطبيعي جدا انه يكون ده الرد. يعني اذا احنا في مصر او المصريين كلهم امتنعوا عن التصويت، يعني طبيعي ان الناس اللي راقبت الانتخابات هتقول ان دي تمثيليه ومدبره، ويعني ده اقل رد الحقيقه بالنسبه لهم. يعني نعم. الى الجارديان البريطانيه والتي تقول النيابه تطالب بتوقيع العقوبه القصوى خلال محاكمة صحفي الجزيرة. إذن لم تكتفي النيابة بالأدلة التي قدمتها خلال الجلسات الفائتة، ولكن تطالب اليوم بتوقيع أقصى العقوبة. الحقيقة الخبر استلفت نظري جدا، لأنه موضوع صحفيين الجزيرة بقالنا فترة طويلة جدا إن احنا بنقول إن ده يعني من الانتهاكات الكبرى للصحافة والصحفيين، تكميم أفواه. والانقلاب عموما يعني بدأ حياته في مصر بتكميم الأفواه وغلق منافذ الرأي والرأي الآخر بالقنوات الكثيرة اللي قفلوها. فالجارديان الحقيقة كتبت العنوان بتقول النيابة تطالب بتوقيع العقوبة القصوى خلال محاكمة صحفيين الجزيرة، والخبر إنه النيابة طلبت في مرافعتها في قضية صحفيين الجزيرة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، والتي تصل إلى 15 عام للأجانب و25 عام للمصريين، وده حسب تصريحات محامي الصحفي المصري محمد فاضل. يعني عايزين نقول للسادة المشاهدين انه القضية دي بالتحديد بيتحكم فيها في الوقت الحالي 9 متهمين موجودين بالفعل في المحاكم حاضرين، وبينهم 3 صحفيين، منهم واحد الاسترالي بيتر جريست، طبعا كله عارف ده مشهور دلوقتي جدا على المستوى المصري، والمصريين باهر محمد وفاضل فهمي، وفي 11 تانيين بيتم محاكمتهم غيابين. المشكله هنا مش بس ان احنا بنشوف انه بيطلب اقصى العقوبه، لان اقصى العقوبه على ايه؟ يعني هو ده القضيه كلها. يعني حتى ملابسات القبض عليهم كانت ملابسات غريبه جدا. الادله اللي كانوا بيلجأوا اليها او اللي هم بيتحكموا بسببها، يعني ادله يعني اكتر يعني اقل حاجه تتقال عليها ان هي يعني ادله تافهه. يعني طبيعي جدا ان واحد صحفي يبقى معاه اللابتوب بتاعه انه في صور وفي كاميرا وبيصور، امال الصحفي هيبقى ماشي بايه؟ يعني ما هو ده القضيه في المحاكم المصريه وفي القضاء المصري اصبحت اضحوكه. يعني احنا اصبحنا اضحوكه العالم حقيقي، واصبح الحكر
أو نحن نحتكر كلمة الصحفي أو نحن نحقر من أداء الصحفي أو مهامه عمله أصبحت حقيقي يعني أصبحت أزمة نواجهها في الوقت الحالي. بالتأكيد. إلى المصري اليوم الصفحة السادسة، الإخوان تبدأ حرب الميادين لإسقاط السيسي اليوم. اليوم السابع في الصفحة الأولى، الإخوان يستعدون لكأس العالم بشعار رابعة. مؤتمر العموم البريطاني يستمع لقيادات الجماعة يوم الثلاثاء المقبل. وفي اليوم السابع الصفحة الأولى، محلب يتفقد قاعات البرلمان استعدادا للانتخابات. حزب شفيق يقود مشاورات للتنسيق البرلماني مع المؤتمر ومصر بلدي والفريق لا أعلم شيئا عنها. أما اليوم السابع في الصفحة الثانية، رفع اسم فتح سرور من قوائم منع السفر. وفي اليوم السابع الصفحة الثالثة، البابا تواضروس يشكر عدلي منصور ويهنئ السيسي. وصباحي حذر الشباب القبطي والبابا تواضروس يحذر الشباب القبطي من السهر أمام الإنترنت والتلفزيون. وفي الوطن الصفحة الأولى، شيوخ السلفية، السيسي له في أعناق المصريين بيعة والخروج عليه حرام شرعا. اليوم السابع الصفحة الأولى، حصر أموال الإخوان تتحفظ على ممتلكات زوجة بديع وابنه. إذن هناك ربما يعني استشراف للمشهد السياسي خلال الفترة المقبلة. أبرز ما يطفو على سطحه هو التحالف الانتخابي بين شفيق ومراد موافي وأحمد جمال الدين. يعني هو تحالف انتخابي يتفق مع معالم المرحلة الحالية. مرحلة حالية رئيس الدولة الجديد هو كان عسكري سابق وقائدا للجيش، وبالتالي قادة المعارضة هم من نفس المكون الذي يعني البعض يصفه بأنه المكون الصلب للدولة المصرية خلال آخر 200 عام. هم أيضا عسكريون سابقون سواء من المخابرات أو من وزارة الداخلية أو من الجيش أيضا، وبالتالي تم إغلاق المجال السياسي العام في مصر وعسكرته إلى حين يعني إلى أمد بعيد. يعني فقط أريد أن أنتقل إلى ما جاء في جريدة الوطن. لفت انتباهي العنوان الخاص بالشيوخ السلفية، السيسي له في أعناق المصريين بيعة والخروج عليه حرام شرعا. يوجد نقص في المعلومات لدى العديد من العاملين في مهنة الإعلام في مصر. هذا النقص في المعلومات يترجم إلى نقص في الكفاءة وتعميم وحالة من حالات إصدار يعني معلومات مضللة مثل شيوخ السلفية. من المعروف أن الشيوخ الذين اعتمد عليهم التقرير محمد سعيد رسلان أو محمود لطفي عامر، محمد فرحات أمين عام الجامعة، هؤلاء من ما يسمى فصيل في السلفية يسمى المدخلية الجامية. هؤلاء يرون بتغلب الحاكم الذي في يده الشوكة أو القوة وأن على الشعب أن يسمع ويطيع أي كان من في يده السلطة وفي يده السلاح. ألفت النظر أنهم فؤاد حسني مبارك يعني كانوا يرون في هذا الأمر، أما فؤاد محمد مرسي فلم يروا في هذا الأمر نهائيا. الآن عادوا مرة ثانية إلى خاصة محمد سعيد رسلان الآن مرة ثانية عادوا إلى منواليهم القديم، وكأن الحاكم أو الفقه الخاص بهم وفقه عسكري لا يرى في يعني الخضوع والسماع للحاكم إلا إذا كان هذا الحاكم عسكريا سابقا. وبالتالي كلمة شيوخ السلفية فيها تعميم وكلمة مضللة وكلمة نقص معلومات كبير يتم تصديرها للقارئ على أن المشهد السلفي في مصر يؤيد المشير السيسي، وهذا غير صحيح لأن المشهد السلفي في مصر حاليا بأغلبيته أو رمته لا يؤيد المشير السيسي. حزب النور يعني تفتت وأصبح عبارة عن كيانات ضعيفة التأثير. مثلا بقية المكون السلفي اللي هو عبارة عن سلفية القاهرة وغير ذلك كلهم ضد ما جرى في 30 يونيو. بالانتقال إلى ما جاء في هنا نتوقف عند المصري اليوم واليوم السابع واللتين نقلتا خبرين عن الإخوان. المصري اليوم تقول الإخوان تبدأ حرب الميادين لإسقاط السيسي، واليوم السابع تقول الإخوان يستعدون لكأس العالم بشعار رابعة، ومؤتمر العموم البريطاني يستمع لقيادات الجماعة يوم الثلاثاء المقبل. يعني الملاحظ في تغطية الإخوان المسلمين، أخبار الإخوان المسلمين، هناك اهتمام بتحركات الإخوان المسلمين خارج مصر أكثر من تحركاتهم داخل مصر. يعني هو طبعا لما تقوم بتحليل مضمون بسيط، أي واحد مشتغل بالمهنة يقوم بتحليل مضمون بسيط لأخبار الإخوان هيكتشف بأن في مثلا كلمات ومصطلحات ثابتة عند ذكر أي خبر في الإخوان مثل كلمة غزو
وكأنهم يعني أجانب ليسوا مصريين، وكلمة حرب وكأنهم يمتلكون أداة للقوة في مصر، وهذا غير صحيح. يعني معظم من يقتل في الشوارع منهم. وبالتالي ما نشر مثلا تقرير المنشور في مصر اليوم، وتقرير لحد ما جيد، يعني ليس فيه مخالفات مهنية غير الكلمتين المحملتين كما نصفهما، الأكلاشيه المعتاد يعني. لكن يعني المشكلة في آخر التقرير، آخر عمود اللي هو فيه برضو الخلاصة، زي تقرير الأخبار اللي كنا بنتكلم عنه من شوية، بعيد عن الحشو. هو العبارة بقى عن الفبركة المطلوب إيصالها للقارئ، اللي هي إيه؟ إن الإخوان بيقوموا بإنشاء تحالف دلوقتي عبارة عن مجموعة من الثوار من حركة شباب الحرية وشباب العدالة والحرية، ومن وأيضا آخرون من عدد من القوى الثورية مثل مصطفى النجار والفنان عمرو واكد، كلام محاولة لحرق أي أحد من الاقتراب المسلمين. تماما يعني. كان واحد الفنانين أستاذ آيات صباح اليوم وقال أنه هناك ثورة ثالثة يجري التجهيز لها من بعض الكلاب، هكذا قال اللفظ. ما هم يعني هم شايفين أصلا أنه ثورة يناير كانت نكسة بالضبط كده، وشايفين أنه سهرة 30 سونيا دي الثورة الحقيقية، فبالتالي طبيعي جدا أنه أي قوة ثورية تلتحم دلوقتي. هم متخوفين الحقيقة من وقت بيان بروكسل ومن بعده بيان القاهرة، وقالوا أن الجماعة دول بدأوا يتحدوا والإخوان، هناك حراك حقيقي على الأرض، وظهرت أصلا نتيجته خلال مسرحية الانتخابات المزعومة، وتمت المقاطعة، واللي احنا طبعا ما بنقدرش ننسبها لأي حد من أي فصيل، لكن المقاطعة دي بننسبها للشعب. فهو ده الحقيقة يعني عامل لهم قلق كبير جدا. لماذا هناك احتفاء بأخبار الإخوان أو تحالف دعم الشرعية في الخارج أكثر منه في الداخل؟ ربما لأنه في الداخل هناك إمكانية على تحجيم تغطية التظاهرات مثلا. هو لا، هقول لحضرتك على حاجة، احنا الإخوان في خارج مصر أكيد بيتحركوا بحرية أكتر، معهم أكيد جنسيات مختلفة. الحراك عموما في الخارج مش بس الإخوان، يعني احنا بنتحرك في الخارج أكتر كتير من الناس اللي موجودة على أرض مصر. ما تنساش أنه القبضة الأمنية في مصر على الرغم من شبابنا الثائر اللي موجود على أرض مصر بيواجه هذه القبضة بكل شجاعة وبصدر مفتوح، إلا أن القبضة الأمنية موجودة وبتتعامل مع الثوار بكل شراسة وبكل عنف. فبالتأكيد الحراك هيكون أقل كثيرا من الخارج اللي بيحترم حقوق الإنسان وبيحترم المتظاهرين يحمي المتظاهرين في نفس الوقت. نعم، إلى نيويورك تايمز والتي تنقل مقالا للرأي تحت عنوان سراب الإسلام السياسي. هو الحقيقة يعني العنوان سراب الإسلام السياسي، ولكن من جوه المقال نفسه أقدر أقول إن هي إخوانوفوبيا، يعني مش هنقول إسلاموفوبيا ولكن هي تعتبر زي إخوانوفوبيا. المقال ده اتنشر ولفت نظري الحقيقة، يعني وأنا لفت نظري جدا العنوان، ولما دخلت في التفاصيل لقيت إن هم عارضين جزء من خطاب أوباما لما جه راح القاهرة في أول ما مسك الحكم في أمريكا. فالمقال عموما بيوضح إنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاول أن هو يصلح الأوضاع والعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدول الإسلامية، خاصة بعد حرب العراق وأفغانستان. بيقول المقال أنه أوباما حاول أن هو يتعامل مع الدول الإسلامية مثل القاهرة وإسطنبول وجاكرتا والرباط بلغة جديدة. إيه هي اللغة بقى دي؟ أنه هو راح جامعة القاهرة وخطاب قال فيه بالنص: تستطيع أن تحتفظ بالسلطة عن طريق الخطأ وليس الإكراه، فعليك احترام حقوق الأقليات والمشاركة والتسامح وإرضاء جميع الأطراف، عليك وضع مصالح الشعب فوق مصلحة حزبكم، فالانتخابات وحدها لا تصنع الديمقراطية الحقيقية. على الرغم أن هذا الخطاب كان سنة 2010 على ما أتذكر، الخطاب لمبارك بالضبط كده، يعني الخطاب ده كان موجه لمبارك، وبعدها الحقيقة حصلت ثورة يناير 2011. إلا أن الكاتب المقال بيرجع أن هذه الخلطة السحرية كانت موجهة للإخوان. إزاي بقى كانت موجهة للإخوان دي ما تقوليش، لأنه كل حاجة دلوقتي زي ما بنقول بقت إخوانوفوبيا، يعني الناس كلها متخوفة من الإخوان. فعموما يعني الصحيفة بتقول أنه بعد الخطاب ده بالتحديد حصلت
ثورة يناير 2011، وجه الحكم زعيم مسلم وهو الرئيس المعزول محمد مرسي هكذا قالوا، وجماعته في الحكم، وحاول أوباما أنه ينقل إليهم نفس الرسالة، حاول ينقل الرسالة اللي قالها لمبارك في المخلوع مبارك في هذا الوقت ونقلها للإخوان، وقال لك يعني كاتب هذا المقال يرى أنها الوصفة السحرية التي استهزأ بها الإخوان، أنهم فضلوا مصلحة الحزب فوق مصلحة مصر واستهزأوا بهذه الوصفة. إلى بالإضافة إلى أن الإخوان لم ده المقال طبعا، يعني عشان كده أنا مسمية المقال إخوانوفوبيا مش مسمية الإسلام السياسي. المقال بيقول أن الإخوان لم يتعامل مع الناشطين السياسيين والصحفيين والمعارضة العلمانية وحاول استبعادهم من المشاركة في الحياة السياسية. أعتقد أنه كاتب المقال لو شاف مصر في الوقت الحالي هيشوف أنه نفس الشيء بيحصل في الوقت الحالي، في تجنيب وإقصاء لفصيل معين من الشعب، يعني اللي هم كانوا مثلا متخيلين أنه كان بيحصل في وقت الإخوان، وأنا أعتقد أنه ما كانش بيحصل بدرجة كبيرة زي اللي احنا شايفينه دلوقتي. احنا شايفين دلوقتي اقصاء يعني يكون نائب للرئيس الجمهوريه، احنا شايفين دلوقتي اقصاء لكل من يقول كلمه حق، احنا شايفين اقصاء لكل من يعارض النظام الحالي او الحكومه الانقلابيه، فما بالك يعني. فعموما هو المقال بيركز على ان لو التزم الاخوان بنصائح اوباما ووضعوه وضع وهم بعدم التزامهم بهذه النصائح وضعوا اوباما ووضعوا ادارته في موقف غير مريح، وعلق رئيس الجمعية العامة في الأمم المتحدة على هذا الموقف الذي مر بأوباما، وقال وجهت الكثير من الاتهامات لأوباما والبيت الأبيض بعد تدخله في الشؤون الداخلية بمصر، حيث اتهم بأنه سبب من أسباب الصراع الداخلي في مصر. يعني يمكن تكون دي الجملة الوحيدة اللي في المقال كله اللي هي حقيقة منصفة، لأنه تدخل أمريكا السافر أو تدخل أوباما في كان من أهم أسباب الصراع الداخلي في مصر اللي بتعاني منه الحقيقة مصر حتى الآن. حاولت الصحيفة الحقيقة في آخر المقال أنها تنشر تصريح للوزارة الخارجية الأمريكية، وقالت عندما سئلت عن رأيها في سياسة الرئيس المختطف محمد مرسي ومحاولته لمنع نظامه من صلاحيات استثنائية، قالت أن هي دي عملية سياسية مصرية ولا نستطيع التدخل بها. يعني حاولوا أنهم يصلحوا السياسة بتاعتهم ولكن كان بعد فوات الأوان. ده ما قالت عليه هذه المقال. إلى ملف الخدمات فوقها. والبداية من اليوم السابع الصفحة الخامسة بالصور تفاصيل جولات السيسي في محطات للطاقة الشمسية، ضابط يسرب الصور ويعلن للمتحدثين عن اسمرار بشرة السيسي، لم يكن في مصيف أو في نزهة. إذن سبب اسمرار بشرة السيسي وفقا لهذا الضابط هو جولة في محطات الطاقة الشمسية. طبعا جولة السيسي بعد هذا البيان قالت إنه كان عيب في التصوير وليس بسبب الجولات. وفي الوطن الصفحة الأولى محافظات مصر لا كهرباء ولا مية، العطش يضرب الإسكندرية والشرقية ونقص الخبز في المنوفية وخفض ضخ المياه لمحطة الكريمات. وفي الوطن الصفحة الأولى البورصة تربح 16 مليار جنيه والاحتياطي ينخفض. في الشروق الصفحة الأولى 25 مليار دولار حجم المساعدات المتوقعة من مؤتمر المانحين. الرئيس الذي هذا عنوان لمقال آخر، لكن الحديث عن مؤتمر المانحين، هذا اللفظ الذي يستخدم من قبل لمانحي سوريا، مانحي فلسطين، مانحي الدول المنكوبة، وطبعا الدعوة الأولى كانت له من خلال العاهل السعودي الملك عبد الله. والعاهل السعودي لما وجه الدعوة قال أصدقاء مصر على غرار أصدقاء سوريا وكل هذه الأمور. طبعا حاليا زي ما كنت لسه بقول من قليل، الإمارات والمملكة العربية السعودية مهتمين جدا بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري ويدفع باتجاه مجموعة من الإجراءات التقشفية لمواجهة احتمالية أن الاقتصاد المصري يخش في حالة ركود تضخمي كبيرة. بدأ الأمور دي زي ما قلنا من قليل بمجموعة حزم ضرائب بدأت تتفرض، بدأ بتخفيض دعم الطاقة في الموازنة الجديدة، بدأ برضو بتخفيض دعم التأمين الصحي. يعني الخدمات الموجهة للفقراء المصريين تم تخفيضها في الموازنة الجديدة، وفي فرض لضرائب على شرائح من الشعب المصري. الشرائح دي هي لم تصل حتى الآن لطائفة رجال أعمال اللي هم الحيتان الكبار، لازلنا بنتكلم في الطبقة الوسطى وما جاورها، يعني صغار المستثمرين. نعم.
وبالتالي كل هذه الأمور هي عبارة عن محاولة للإمارات السعودية لأن هي تخرج بعيدا خارج دوامة الاقتصاد المصري المتداعي، لأن هي ملتزمة يعني مثلا الإمارات ملتزمة بأن بعد ما المملكة العربية السعودية الدعم اللي هي مقدمة دعم البترول لمصر يخلص خلال شهرين، الإمارات هتقدم دعم تاني هي الأخرى دعم مواد بترولية، وبالتالي تتوقف الاختلاف حول سبب استمرار بشرة السيسي. طبعا يعني ده موضوع يعني ده فيتشر يعني لا قيمه له، يعني لكن في النهايه اتضح ان هو كلام فاضي، لان حمله السيسي نفسها قالت ان السبب ده يعني مرتبط بالتصوير مش الجولات والكلام الفاضي ده يعني. وبالتالي نشر الموضوع في هذا الاطار هو عباره عن ايه، يعني ده بيرجع لضغط السرعة، ان المحرر عايز يكتب الخبر بسرعة، نقله عن صفحة على الفيسبوك هي صفحة الضابط ده اللي سرب الصور دي كما قال يعني، ونشر الموضوع ولم يتحقق منه. ده بيضرب ما تبقى من اي مصداقية لدى الصحف المصرية انها لا تتحقق حتى من موضوعات تافهة زي دي، يعني تعرف السبب الحقيقي. هناك جانب اخر انه بعض العاملين في الاعلام قالوا انه صور هذا الخطاب ليس في مسبير وانما في احد الاستوديوهات الخاصة في الوقت الذي يدعو فيه الى التقشف، لم يستخدم استوديوهات الدولة. هو اساسا معروف ان في استوديو موجود في رئاسة الجمهورية، يعني خلاف حتى استوديوهات الدولة اكثر من في استوديوهات كتيره، في واحد في المؤطم اللي القى فيه الدكتور محمد مرسي اول خطاب له بعد اعلان فوزه. وبالتالي موضوع الشركه الخاصه ده غريب جدا، وحتى اتضح ان هي يعني شركه فاشله في النهايه، لان الصوره اللي طلعت في النهايه صوره سيئه مش صوره جيده يعني. نعم استاذ ايات، من الصادق في استمرار السيسي؟ أعتقد إنه رد حملته بالطريقة دي والتصريحات الكتيرة اللي بتحصل في الجرائد اليومين دول ردا على استمرار بشرته، ده كان بيردوا بيه على بعض النشطاء الفيسبوك اللي قالوا إنه كان بيوضع مستحضرات التجميل، يعني فلقوا إن ده عيب قوي إن في راجل يحط مستحضرات تجميل، وإحنا أنا حتى قلت إنه حاطط فونداتان والفونداتان ده بيسمر البشرة، فده كان ردهم لأنهم شعروا بخجل، يعني كيف لرجل أن يعني مع كبير المكير اللي هو مسؤولين على ما بقول لك، يعني هو الموضوع كله عبارة عن رد فعل لفعل اللي حدث بالفعل، أن احنا النشطاء على الفيسبوك لكن في قالوا العديد يعني أنه أول خطاب بعد أعلان فوزه بالرئاسة أنه يخرج بهذه الصورة التي لا هو فيه جيدة. كمان احنا لو لاحظنا الصور بتاعته يعني في يعني تحليليا كده، يعني امسك الصور بتاعة وزير الدفاع الانقلاب المستقيل من أول ما طلع في اول خطاب له واخر خطاب، وانت تعرف ان في فرق كبير قوي، واضح ان في شويه حقن بوتوكس كده في الحتت الفراغات دي، يعني كان عنده شويه فراغات دي حاجات بس اكيد لا ده اكيد انا بقول لك الرئيس الذي يريده الاخرون، هذا من صحيفه ذا هندو الهنديه تقول: ترى صحيفه ذا هندو ان القوى العظمى في العالم والقوى الاقليميه الرئيسيه على السواء غير مستعده للسماح للشعب المصري البالغ تعداده 84 مليون نسمة بالحق في اختيار زعمائه بحرية. واهتمت الصحيفة الهندية في افتتاحية لها بفوز قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة المصرية بنسبة جاوزت 95%، رغم ما شاب عملية الانتخاب من تخويف ومخالفات جسيمة في الموارد والتغطية الإعلامية. وقالت الصحيفة إنه من غير المتوقع أن يقدم الرئيس المصري الجديد أن يقدم أي تغييرات ذات أهمية في السياسة، مؤكدة أن حصار قطاع غزة سيستمر بحرمان الغزاويين من الاحتياجات الأساسية، وأن القوى العالمية والإقليمية ذات الصلة يتوقع ألا تنتقد سياسات القاهرة الرئيسية أو القمع الداخلي، وأن الولايات المتحدة تريد استمرار مساعداتها السنوية لمصر البالغة 1.5 مليار دولار، وأن السعودية والإمارات والكويت المعادين بشدة للإخوان المسلمين تبرعوا بأكثر من 12 مليار دولار في الفترة الأخيرة. ونوهت الصحيفة بأن كل الدول المعنية بما فيها إسرائيل تثمن الاستقرار في مصر على الديمقراطية، لأن الديمقراطية قد تمكن الشعب المصري من المطالبة بتسوية عادلة ونزيهة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما قد ينعش المطالبة بالديمقراطية في دول غرب آسيا أي دول الخليج. هذا ما تقوله صحيفة ذا هندو الهندية. واضح أنه معادلة الديمقراطية والحرية إذا أو الديمقراطية والاستقرار. شوف هو يعني المقال ده مكتوب في جريدة هندية. الهند واحدة من أعظم وأهم الديمقراطيات في العالم وأكبر الديمقراطيات، دولة تجاوزت المليار، عندها عدد كبير جدا من الناخبين أميين، أكبر عدد ناخبين في العالم هو في الهند، وعندهم عدد كبير جدا من الناخبين أميين لا يقرأوا ولا يكتبوا ولا يعرفوا أي حاجة، ولكن عندهم تصويت إلكتروني، عندهم تجارب مريرة استطاعوا أن يتجاوزوها بالتدابير الديمقراطي. مصر بدأت النهضة مع الهند، لكن الهند
بفضل الديمقراطية وبفضل ان هي اكملت في مسيرة الديمقراطية رغم مشاب الهند من فساد وامور كتيرة يعني مصر تعرضت ليها، لكن الديمقراطية ادت لان الهند تستطيع الوصول لصيغة تعايش مشتركة ما بين مكوناتها واثنياتها واعراقها المختلفة، واقتصاديا تستطيع ان هي تكون واحدة من اهم دول العالم في الاقتصاد وفي يعني مثلا في السوفت وير معروف ان في امريكا في وادي السيليكون معظم المبرمجين كلهم هنود، وغير ذلك اقتصاد الخدمات وغير ذلك. لكن في مصر احنا هنفضل عايشين لحد قيام الساعة في مرحلة الاستقرار، الاستقرار او الفوضى لا جديد، وكأن يعني شوفوا ما يريده الاخرون مننا كمصريين وحاجة واحدة بس، ان احنا نفضل في حالة لا نجاح ولا فشل، تفضل هيكل الدولة، دولة غير مؤثرة فيما حولها واللي حوالينا كلهم بيطلعوا. يعني حتى السعودية اصبحت دولة صاحبة قرار في سوريا، دولة صاحبة قرار في لبنان، دولة مؤثرة حتى السعودية والامارات في دول الربيع العربي اللي هي ليبيا وغيرها وكلام زي كده، ومصر ولا بتعمل اي حاجة، احنا قاعدين كده متفرجين. من الهند الى ماليزيا، ذا ستار الماليزية تكتب: عودة للمربع واحد، الفوز الساحق لقائد الانقلاب علامة على دفن الديمقراطية في مصر. قالت صحيفة ذا ستار الماليزية في مقال للكاتب مارتن فينجاديسان أن مصر عادت للمربع واحد بعد الفوز الساحق للمشير عبد الفتاح السيسي بنسبة تزيد على 96% من الأصوات. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الفوز عودة إلى حكم الدكتاتور السابق حسني مبارك، والذي غضب من حصوله على 88% فقط في انتخابات 2005، وصارع بسجن منافسه أيمن نور 4 سنوات بتهمة التزوير. ولخصت ما حدث بأن الربيع العربي كأن لم يكن، وأن هناك عودة للأيام السابقة على احتجاجات ميدان التحرير في 2011 وحل الحزب الوطني ومحاكمة مبارك وانتخابات الرئيس محمد مرسي. وأردفت الصحيفة أن المئات قضوا في أحداث مثل استاد بورسعيد في 2012 والمذابح ضد الإخوان المسلمين في يوليو وأغسطس 2013، هذا غير أحكام الإعدام بحق المئات مطلع العام الحالي. وتساءلت: لماذا مات هؤلاء بالضبط؟ وهل غازل المصريون فوضى الديمقراطية وتحالفاتها المتغيرة بين النظام القديم واليسار المتظاهر والإخوان المسلمين فقط ليقرروا أنهم يفضلون دكتاتورا عسكريا صريحا، وأنهم يصادقون الآن بفوزه الكاسح على الانتخاب على مرسي؟ وفي اختتام المقال أبدى الكاتب حزنه لضعف تنظيم القوى العلمانية التقدمية التي تركت الناس مع خيار بين شرين، إما النظام الفاسد القائم أو الأصوليين المتشددين، وهو ما حدث لدول أخرى، درس يجب أن يتعلمه دول أخرى. إذن يعني أستاذ آيات، هناك تقريبا إجماع في كل دول العالم، كل دول العالم لا نسير على الطريق الامثل كما ترى الصحف المصريه. هو الحقيقه اللي لفت نظري في موضوع الخبر الماليزي ان هم بيقولوا ان احنا عدنا للنقطه واحد، احنا الحقيقه عدنا الى ما تحت الصفر، يعني مش هنقول النقطه الصفريه. هو عموما الشارع المصري كله بيقول ان احنا الان في النقطه الصفريه، نكون او لا نكون. هم قالوا كلمتهم في مسرحيه الانتخابات زي ما احنا قلنا، وعدنا مره اخرى الى يناير 2011، انتهاكات الشرطه المستمره. لماذا قامت 2011 يناير 2011؟ انتهاكات الشرطه المستمره بحق المواطنين المصريين الشرفاء اللي كانوا بيتم تعذيبهم داخل اقسام الشرطه، داخل السجون. تتم هذه الانتهاكات وبشكل واضح وصريح، وإما الاستقرار وإما الفوضى، يعني هي دي المعادلة اللي هم الوقت بيحطونا فيها. ولكن أعتقد أنه بعد ما كانوا يطالبون مبارك ببعض التغييرات، الآن يطالبون السيسي بأن يأخذ هم رضوا بالدكتاتور زي ما بيقولوا يعني. نعم، إلى عين مما ورد في المواقع الإلكترونية موقع حزب الحرية والعدالة يقول: أبو بكر، تناقض أمر الإحالة مع أوراق الدعوة في قضية الجزيرة، فقيه قانوني يتوقع الإطاحة بالسيسي خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان، بوابة يناير، تجديد حبس الشامي وآخرين في فض ربع إلى 11 من يونيو، المستشار عمر مروان الشامي محبوس جنائي وليس معتقل وصحته جيدة، سفير مصر بلندن يرفض استلام الطلب بالإفراج عن ماهي نور، وتجديد حبس معيدي فنون جميلة بالإسكندرية، تأجيل قضية 9 طلاب أسبوع لعدم حضور المتهمين من محبسهم. بالصور: بدء مؤتمر العمال بعنوان واقع مرير ورئيس جديد. أما موقع مصر العربية فنقل: رئيس نقابة مخابز السويس قرروا فصل لمحاربة الفساد. مصر تعد قائمة بأسماء الهاربين من رموز نظامي مبارك والإخوان.
وفي مصر العربية أيضا الكهرباء للمواطنين اللي عنده تكييفين يطفي واحد عشان مصر. انقلاب قطار بضائع يوقف حركة قطارات الصعيد 7 ساعات، اللي عنده تكييفين يطفي واحد عشان مصر. هو يعني واضح ان الشعب المصري مطلوب منه ان هو يعني يضل يضحي يربط الحزام ويفضل رابط الحزام لمدة 200 سنة كمان، خلاف ال 200 سنة اللي ضحى فيهم. والاغنياء او الطبقة اللي هي مجتمع 0.5% ده يفضل مستمر في حالة الغنى والثراء اللي هو فيها ومحدش يقرب له تماما. واللي ما عندوش تكييفين ازايات يعني يشتري تكييفين ويطفي واحد ويشغل واحد يعني. شكرك شكرا جزيلا الكاتبة الصحفية ايات عرابي، اشكرك شكرا جزيلا، كما اشكرك الكاتب الصحفي محمد عزام. شكرا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. هذه تحيات عبد العزيز مجاهد وفريق عمل سكرتير التحرير، في امان الله.